طيب خلينا نروح للكابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقاصه. يا كابتن محمد هارد لك. حبيبي يا كابتن اسلام، مبروك مبروك النادي الاهلي يا حبيبي، ربنا يخليك يا كابتن، الله يرجع بالكاس باذن الله حبيبي يا رب ان شاء الله. ما تشغلش بالك بالناس اللي بتتكلموا وبتتقال، انت شفت الشوط الاول يا كابتن، شفت اداء الفرقه وشفت النديه. انت كلاعب كوره كابتن اسلام عارف اللاعب لو بدني مش واقف على حيله الموضوع انتهى خلاص. بالظبط، انت بتلاعب فرقه كابتن بسم الله ما شاء الله 16 17 واحد اللي لعبوا كلهم احسن من بعض. مظبوط، انت لسه بتقول فروق الفرديه باينه قوي، فروق الامكانيات باينه قوي، الدوافع باينه قوي. انت على قد ما قدرت في الشوط الاول اشتغلت كويس قوي، طلعت النتيجه 1-1 وكنت ندي شويه للنادي الاهلي. الشوط الثاني اول ما اللعيبه البدنيه بيقعوا يا كابتن بتلاقي ان طبعا النادي الاهلي لازم يتفوق، لازم خبرته بلاعيبته وامكانياته ايوه لازم يتفوق، وده مش اول ماتش، ده ثاني ماتش دجله برده الشوط الاولاني عملناه كويس، الشوط الثاني برده اللعيبه وقعوا. ما اقدرش اقول بدنيا قوي، ذهنيا قوي، فكريا قوي، كل ده، ولكن الطموح مش، فانا لازم اشتغل على الفتره دي كابتن اسلام، مش شهر وشويه دول. ايوه اللي هيقدر ينفذ الكلام ويقدر يكمل من اول دقيقه لاخر دقيقه زي اي فرقه ثانيه. انا طريقه لعبة كابتن اسلام بحب العب كوره، بحب العب مفتوح، المباراه مفتوحه لغايه اخر دقيقه النهارده، ولكن انت شايف انت رايح هجمه هنا وهجمه هنا وشغال هنا وشغال هنا، انت يعني دي المتعه في الكوره، انما انا مش هرص اللعيبه ورا واقعد اطفش واعمل اعمل صح، مش طريقتنا دي ولا ده مصر المقصه يلعب كده. كل مدرب وليه مدرسه الحقيقه يعني. كابتن انت لعيب كوره كابتن، ايوه عارف اللعيب لو مش جاهز طبعا، لو اللعيب مش جاهز يا كابتن اسلام ما يقدرش يكمل، وده اللي كان واضح عليهم اخر ثلث ساعه، تفوق النادي الاهلي الشوط الثاني كله. ايوه ان شاء الله. كابتن عبد الجليل قبل ما اسيب حضرتك عايزك برضو رساله لما حدث ما قبل المباراه والكلام اللي كان بيتقال، لانه انا شخصيا الحقيقه بغض النظر عن نتيجه المباراه وبغض النظر عن اي شيء، ولكن اي حاجه تخص السمعه او الشرف او الكلام ده الحقيقه انا وجهه نظري دايما ان يجب ان تقابل وتقابل بمنتهى القوه، خصوصا لما بتيجي تتكلم على ناس محترمه جدا ولها كل الاحترام في المجتمع الرياضي في مصر يعني. فرسالتك ايه للناس دي؟ يا كابتن اسلام احنا لو ردينا على كل حاجه تافهه كده هنتعب. ايوه احنا ناس عندنا شغل وناس بنكافح وناس بنشتغل بما يرضي الله. الناس اللي بتتكلم دي ناس فاضيه. ايوه عماد نحاس ايه اللي يسيب ماتش للتاريخ ودوت؟ احمد سامي ايه؟ محمد عبد الجليل هو النادي الاهلي محتاج حد يسيب له ماتش ولا نادي الزمالك يسيب له ماتش ولا ده يسيب له ماتش؟ مفيش الكلام ده يا كابتن. ايوه انت بتأدي على قد امكانياتك، حاول تمتع الناس، حاول تقدر تطلع باحلى نتيجه. مظبوط، دي امكانياتك. ما هو اصل اللي بيتكلم كتير ده ما ينزل الملعب ويوريني. كلام كتير يا كابتن اسلام ما يعرفش ينزل الملعب يا كابتن، ما يعرفش ينزل الملعب للاسف. اتفضل. بالظبط بالظبط، هو كلام كتير ورغي كتير واي كلام في اي بتاع. انا ما انا النهارده انا عايز اكسب يا كابتن وعايز العب كره طبعا، وعايز واللعيبه النهارده ادت شوط ممتاز الشوط الاول. مظبوط، الشوط الثاني انا بقول لك ان هو بدنيا مش جاهزين. أيوة. فكريا ذهنيا ده مش منظر لعيبه مصر المقاصه الشوط الثاني الا في ماتش الاهلي ولا في دجله. ايوه لا انا اتكلمت معاهم قلت لهم لا ده مش يعني ده مش اداء. اعتقد ان انت الفتره الجايه هتشتغل على الناحيه البدنيه يا كابتن عبد الجليل، اعتقد يعني. ايه يا حبيبي؟ انت هتشتغل على الناحيه البدنيه يعني تقصد الفتره اللي جايه؟ طبعا طبعا. اصل لعيب الكوره كابتن لما 90 دقيقة. ايوه. يعني النهارده عماد فتحي من الشوط الأول اشتغل حاجة محترمة. مظبوط. عشان هو مش جاهز بعد خمس دقايق مش مستني رجليك البشت. ايوه. اضطريت أغيره وأنزل ميسي. ايوه. ناحية الشمال. ايوه. بيكلي الشوط الأول عامل الشوط الثاني مفيش الكورة مش عايز تقف معاه. غيرته ونزلت. الميس باص كتير قلت لهم أي أخطاء قدام النادي الأهلي، النادي الأهلي بنص فرصة بيعرف يجيب جول. ايوه. ايوه ده الخطا اللي عمله سعيد واللي عمله هشام اللي قطعوها وقفشه جاب جون رائع، جون عالمي رائع بصراحه. من زمان الفكر ده الواحد ما بيشوفوش، ولكن انا مش زعلان من النتيجه قد ما انا زعلان من الفرقه عندي، من اللعيبه ومن الاداء والشوط الثاني، وده انا ما انا اعذرهم فيه، انا حاسس ان هم رجليهم مش شايلاهم. انت لعيب كوره كابتن سامو حاسس ان الشوط الثاني دروب، اصل عارف لو واحد وقع او اثنين. ايوه